لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. من هي سهيلة معلم؟ السيرة الذاتية: سهيلة المعلم ممثلة مشهورة تحمل الجنسية الجزائرية، ولديها العديد من الأعمال الفنية التي نالت شهرة عالمية من خلالها، كما استطاعت الحصول على العديد من الجوائز الفنية، ولديها عدد كبير في مسلسلات جزائرية. هنا نتعرف معلومات عن سهيلة المعلم ومعلومات عن زوجها وما هي أبرز أعمالها. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش تضغط على اللايك اللعين والاشتراك المتين وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي في خانة التعليقات. ولدت سهيلة المعلم في 13 من يونيو عام 1988 ميلاديا. ولدت سهيلة المعلم في 13 من يونيو عام 1988 ميلاديا، وهي في 33 من عمرها، وهي فنانة جزائرية مشهورة قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن خلالها مشاركتها في العديد من البرامج المتنوعة حصلت على جائزة الأفضل، جائزة الممثلة في مهرجان فرنسا عام 2013. تزوجت الفنانة الجزائرية الشهيرة سهيلة المعلم من مروان القروابي، يعمل كممثل ومضيف إذاعي ولاعب كرة قدم مشهور يحمل الجنسية الجزائرية. ولد مروان في 11 يونيو 1989 وهو في 33 من عمره. لعب للعديد من الأندية الجزائرية لكنه أصيب في كتفه، مما اضطره إلى إنهاء مسيرته الكروية واعتزال كرة القدم نهائيا. كما شارك في عدة مسلسلات جزائرية. شاركت الفنانة الجزائرية سهيلة معلم في عدد كبير من الأعمال الفنية حققت من خلالها شهرة عالمية كبيرة: مسلسل عمتي لهم 2012، مسلسل أسرار الماضي 2013، ولد منزل المسلسل في عام 2014، مسلسل سلطان عاشور العاشر 2015، مسلسل الخوة، مسلسل أطفال حلال، فيلم عطر الجزائر 2012، السينما قبل أيام 2015. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.